ما بال عينيك منها الماء ينسكب، كأنه من كلا مفرية سرب، وفراء غرفية أثى خوارزها، مشلشل ضيعته بينها الكتب. أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا، أم راجع القلب من أطرابه طرب. من دمنة نسفت عنها الصبا سفعا، كما تنشر بعد الطية الكتب. سيلة من الدعس أخشته معارفها، نكباء تسحب أعلاه فينسحب. لا بل هو الشوق من دار تخونها، مر سحاب ومر بارح ترب. يبدو لعينيك منها وهي مزمنة، لؤي ومستوقد بال ومحتطب. إلى لوائح من أطلال أحوية، كأنها خلال موشية قشب. بجانب الزرق لم تطمس معالمها، دوارج المور والأمطار والحقب. ديار ميت إذ ميت ساعفنا، ولا يرى مثلها عجم ولا عرب. براقة الجيد واللبات واضحة، كأنها ظبية أفضى بها لبب. بين النهار وبين الليل من عقد، على جوانبه الأصباط والهدب. عجزاء ممكورة خمصانة قلقوا، عنها الوشاح وتم الجسم والقصب. زين الثياب وإن أثوابها استلبت، على الحشية يوم زانها السلب. تريك سنة ضاد وجه غير مقرفة، ملساء ليس بها خال ولا ندب. قالت عنه والدته: اسمعوا لأشعاره ولا تنظروا إلى وجهه، فقد كان قصيرا قبيح المنظر رغم حلاوة لسانه. إنه الشاعر العربي ذي الرمة الذي عاش في الفترة من 77 هجرية، وقضى حياته ينشد أشعار الغزل دون أن يظفر بمحبوبته التي ارتبطت باسمه مي أو ميا. اسمه الحقيقي غيلان بن عقبة العدوي، ويعتبر من شعراء العصر الأموي، وقد لقب ذو الرمة بهذا الاسم نسبة إلى قطعة الحبل التي تعني الرمة. والقصة ترتبط بحسب إحدى رواياتها بمعشوقته مي. هذا يا سادة يا كرام، يحكى أنه في أول حديث بينه وصاحبته مي، إذ مر يوما بخباء قومها فاستسقاهم، فقالت له والدة مي: قومي فاسقه. فجاءته الفتاة بالماء، وكانت على كتفه رمة وهي قطعة من حبل، فقالت: اشرب يا ذا الرمة. ومن هنا نشأ الوله والعذاب الأبدي الذي دفنه معه في قبره، وحيث كان تلك القولة: اشرب يا ذا الرمة شرابا لا يروي ظامئه. وقيل أنه كان يربط هذا الحبل أو قطعة من الجلد منذ صغره، وتتدلى منه تعويدة، وقد حافظ عليها حتى كبر دون أن يتركها. وهذا يا سادة يا كرام عن مناسبة قصيدة ما بال عينيك منها الماء ينسكب. فيروى بأنه يوم من الأيام قام الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في البعث في طلب الشاعر ذي الرمة، فذهب أحد رجاله إلى بيت ذي الرمة وأخبره بأن الخليفة يريد منه أن يحضر إلى مجلسه. فدخل ذي الرمة إلى بيته ولبس أفضل ما يملك من ملابس، وخرج متوجها إلى قصر الخليفة. وعندما وصل استأذن للدخول، فدخل الحاجب إلى الخليفة وأخبره بأن ذو الرمة في الخارج يستأذن للدخول. فأخبره الخليفة بأن يخرج إليه ويدخله، فخرج الحاجب وأخبر ذو الرمة بأن يدخل. فدخل إلى مجلس الخليفة ووقف بين يديه وسلم عليه بأفضل السلام، فرد عليه الخليفة سلاما بأفضل منه وأمره بالجلوس. وعندما جلس ذو الرمة
سأله الخليفة عن أحواله وأخذ يتحدث إليه، ومن ثم قال له أمير المؤمنين بأنه يريد سماع شيء من أشعاره، فأنشد بالرمة شعره: ما بال عينيك منها الماء ينسفج. وعندما أكمل ذو الرمة قصيدته قال له الخليفة عبد الملك بن مروان: والله لو أن ما قلت قد قيل في الجاهلية لسجد لشعرك العرب في وقتها. ثم أمر له بجائزة على ما قال من شعر، فأخذ ذو الرمة جائزته وشكر الخليفة وتوجه خارجا من المجلس. في مقابل صورة ذاك الرجل الدميم كانت مي امرأة جميلة تثير فتنة الرجال، وقد انتهى بها المطاف أن تتزوج من غير شاعرها والرجل الذي هام بها حبا. وقد وصف ذو الرمة مي بما يؤكد أحاديث الرواة من جمال الوجه وطول الخد والأنف وسمات الملاحة بشكل عام، وكما قال في وصفها أيضا حيث يشير إلى أن أجمل ما فيها العينان والابتسامة مع نعومة جمالها ورقة منطقها. فقد قال عنها: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر، وعينان قال الله كونا فكانتا، فعولان بالألباب ما تفعل الحمر، وتبسم لمح البرق عن متوضح كلون الأقاحي شاف ألوانها القطر. ورغم قوة أشعار ذي الرمة لم يكن يصنف في فحول الطبقة الأولى من الشعراء وإنما الثانية، وقيل أن كان ينشد مرة في سوق الإبل فجاء الفرزدق فوقف عليه فقال له ذي الرمة: كيف ترى ما تسمع يا أبا فراس؟ فقال: ما أحسن ما تقول. فأجابه: فما لي لا أذكر مع الفحول. لكن رغم ذلك كله فقد قيل ختم الشعر بذي الرمة، مقولة لأبي عمرو بن علاء من علماء عصره، فما قيل عنه الشاعر جرير: لو خرس ذو الرمة بعد قول قصيدته التي أولها ما بال عينيك منها الماء ينسكب لكان أشعر الناس. فالحرمان يصنع شاعرا، فقد خلد ذو الرمة نفسه بالأشعار التي غزلها في مي، وكان موضوع الحب وبكاء الحبيبة هو الأصل الذي قام عليه عمود شعره، من بكاء الحرمان واللوعة حول الديار بلا طائل، واشتياقه للحوار العذب مع معشوقته التي أخذت منه، وكان يجهر بأمره وليس عنده من سر. كان ذو الرمة لا يمدح أشخاصا البتة، فإذا جاء عند خليفة مثلا وابتدأ بمدحه لا يستمر في ذلك، بل يقول بضعة أبيات ثم يعود للطبيعة والحب والصحراء والإبل، فيشبعهما شعرا ووصفا وغزلا ومدحا. قد كان ذو الرمة حاد الذكاء كما كان كنزا من كنوز العلم بالشعر القديم واللغة، وقد تخلف عن معاصريه في الهجاء والمديح مثل الفرزدق وجرير، ولكنه وجد عشقه الحقيقي في الصحراء، فينقل مناظرها إلى شعره في لوحات رائعة. ومن ذلك أنه في قصيدة له يصف الصحراء في مشاهد ثلاثة في نحو 100 بيت. إن المتتبع لشعر ذو الرمة يجد أن مي المحبوبة لا تنفصل عن شعره أبدا، فمنذ أن رآها وهو صغير فهي تمتلك فؤاده ومشاعره. فقد قرر ذو الرمة خطبة مي لنفسه فصارح أخاه هشام بذلك، ولكن الأخ الأكبر لم يتحمس كثيرا لفكرة الزواج ممن هي أرقى من أخيه في الجمال والسمعة وفي السلم الاجتماعي، وكان للزواج مراسم ونفقات باهظة لا يقدر عليها فتى يتيم مثل ذو الرمة. وأصبح على العاشق الحزين أن يخترب بحثا عن المال لأجل إخماد مشاعره الملتهبة،
فلا حل أمامه سوى الارتحال إلى العراق ومدح الأمراء والحكام بحثا عن وضع اجتماعي يليق بمحبوبته، كما كان كل الشعراء في عصره يفعلون. فطالت غيبة ذو الرمة عن مي، ثم يعود باحثا عن حبه القديم ناشدا الوصل، يريد أن يصمت وجيب قلبه الذي لم يهدأ، ولكنه يجد أن مي قد تزوجت من ابن عمها وقد رحلت عن البادية بعيدا عن المكان الذي عاده ذو الرمة. ورغم الحزن الذي تملكه ورغم أيامه في الصحراء بحثا عن حب ينسيه ميا، إلى أن الشاعر ما زال مفتونا بحبيبته البدوية، يتوصل أخيرا إلى عنوانها الجديد، ثم يتحين ليلة حالكة الظلام لكي ينزل ضيفا على زوجها، يفعل ذلك وهو متنكر على أن غفلة الزوج لم تستمر طويلة. أسرع الزوج بطرد العاشق الشاعر من بيته ملقيا حاجاته وراءه تاركا إياه في العراء، ولم يجد الرمة وسيلة ليخفف بها على نفسه سوى أن يتوقف أمام البيت ويغني مرددا بيت شعر كان قد قالها في مي من قبل. فسمع الزوج ذاك الغناء فثارت ثائرته وتساءل في غضب عن معنى الكلام وما الذي يعنيه ذو الرمة بقوله، وصرخ في زوجته مي وطالبها بأن تقوم فتطرد ذو الرمة وتبعده عن المكان وإلا ضربها بالسيف. فعلت مي ما أراد زوجها، فغضب ذو الرمة ونهض إلى راحلته وركبها وانصرف، وقد قطع على نفسه عهدا أن يقطع صلته بمي تماما وأن يفعل ما بوسعه كي ينساها، وظل يسير على غير هدى حتى وصل إلى مكان ينزل به أهل خرقاء، وهي الحب البديل كما كان يأمن وتعرف إليها وأعجب فقال فيها الشعر: وقد كان لخرقاء من اسمها نصيب على ما يبدو، فتمسك بها على أنها الحب البديل، ويبدو أنه كان يغش نفسه ويخدعها إذ كان يدارس حظه مع مي. وقد قال شعرا في خرقاء، ولكن الحنين لم يفارقه إلى أن مات، حيث ظلت مي هي الحب الأول والأخير، ويبدو أن موته المبكر كان شغفا بهذا العشق الذي لم يبرح فؤاده. أما عن وفاة ذي الرمة، لم يعمر ذي الرمة طويلا إذ أنه مات في 40 من عمره تقريبا، واختلف في مكان وفاته حيث قيل في البادية وقيل في أصفهان، لكن خلد ذو الرمة شعرا لا يزال يمتلك نصاعته إلى اليوم هذا، أكثر ما فيه الغزل الذي أوحت به مية التي عاشت بعده وعمرت طويلا حتى صارت عجوزا قبيحة، وهكذا يدور الزمان. فقد قال رجلا يدعى أسيد بن عمرو أنه مر بمي وهي مسنة عجوز وقد فات فواتها وقود جمالها حيث دار الزمان، فقال: مررت على مي وقد أسنت فوقفت عليها وأنا يوم إذن شاب، فقلت: ما أرى ذو الرمة إلا قد ضيع فيك قوله. ونهاية أقتبس قول من ذو الرمة حين قال: حشو كلام المرء في الخطاب من عيه كذاك في الجواب. انتظروني مع شاعر آخر في بودكاست قافلة الشعراء.